طبعا البرغي اتجاه عكسي، البي اي تجي اتجاه عكسي، تمام شباب؟
راح نركب جوان كولاس. طبعا ما ننسى الورقة، ورقة الشد البراغي ما ننسى ابدا. طبعا مثل العادة بدنا نبلش نشد بالتسلسل والترتيب مثل ما مكتوب 70 نيوتن أول. طبعا يا شباب ركبنا البراغي وللأسف ما قدرنا نصور طريقة الشد، لكن راح اشرح لكم اياه بالورقة لأنه انتغطنا وما قدرنا نصور طريقة الشد. لكن طريقة الشد البي ام تمام، هاي الطريقة بتطبق على أغلب سيارات البي ام، يعني الان 47 كل المحركات الان 47 الاي 81 الاي 82 87 88 كل هالمحركات الاي 60 61 الاي 83 ال 116 دي 318 دي 520 تمام شباب. طريقة الشد تبعه بتشد اول شيء 70 نيوتن تمام، بترجع بترخي 180 درجة، هاي الاشارة المربع هيك يعني بدك ترخي 180 درجة، ترجع بتشد 50 نيوتن، ترجع بتشد 120 درجة 120 درجة. هيك طريقة الشد البرغي تبع كولاس البي ان، اغلى محركات الان 47 كل هالمحركات هدول ال 123 ال 120 ال 118 116 320 318 520 اكس 3 تمام. هو مكتوب كل المواصفات هون، نرجع من عيد، بتشد 70 درجة، بعدين بترخي 180 درجة، بعدين بتشد 50 نيوتن، بعدين 120 درجة، 120 درجة. للأسف ما قدرنا نصور الطريقة هاي لأنه انشغلنا وانضغطنا. خلينا نكمل هلا، هون خالصين، خلينا نكمل بنزير الصدر وال100 سنتريك. يعطيكم العافية.